ولنقاش ملف الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل وفشل المفاوضات حول النفط وسط استمرار الأزمة الاقتصادية وهيمنة الميليشيات الموالية لإيران على الواقع العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. عاد إذا ملف النفط إلى واجهة الخلاف بين بغداد وأربيل، كيف تفسر هذه المشكلة القائمة بين الطرفين؟ يعني المشكلة قديمة ومتجددة. الأس المشكلة أصلا في قرار قانون النفط والغاز، والمشكلة تكمن في الدستور العراقي اللي يعني لم يحدد صلاحيات بشكل واضح ما بين المركز والأقاليم، وحتى إذا حددت هذه الصلاحيات فالمسألة إلها علاقة بتوازنات القوى وإلها علاقة بالتفاهمات السياسية لما يقرروا أن يتفاهموا ويتجاوزوا حتى الدستور الذين توافقوا عليه ويتجاوزوا كل القوانين. اليوم بغداد في أزمة مالية خانقة، دخل الإقليم من الحدود والنفط أكثر من 15-17 سنة هو بيد حكومة الإقليم، وحكومة الإقليم تتصرف فيه كمافيا وليست كدولة. يعني ماذا تعني أن كل هذه المداخيل لا تدخل موازنة كردستان؟ في أغلبها تدخل في موازنة الأحزاب الممسكة بسلطة في كردستان وفي حساب شخصيات خاصة في كردستان. اليوم بغداد يعني عندما تحتاج المال يعني تضيق الخناق على كردستان، وعندما تحتاج كردستان لتفاهمات سياسية مع بغداد يطلقون الأموال حتى لو على حساب من كان من كان. نعم أستاذ حسين، إلى أي مدى يصعب التوصل إلى توافق بين بغداد وأربيل في هذا الشأن، في على الأزمة القائمة على الموازنة وملف النفط؟ يعني العمل السياسي في العراق قائم على المغالبة ولم يقم على التوافق، ولا غير قائم على القوانين المرعية. يعني هناك مغالبة مرتبطة بمجموعة من العناصر، القدرات الخاصة لكل الكتل السياسية وإمكاناتها وارتباطاتها وتوجهاتها. يوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا تدخلت في الأزمة ستستطيع أن تفرض حلم على كردستان وعلى بغداد. يعني المشكلات في بين الإقليم والمركز كما باقي مشكلات العراق هي مشكلات مستعصية لا حل لها إلا بإعادة النظر جذريا في النظام السياسي. يعني أربيل تتكئ على الدستور وبغداد تتكئ على الدستور عندما تحتاج ذلك، ويتجاوز الدستور الذين توافقوا عليه عندما يتعارض مع مصالحهم. فلا يعني حتى إذا وصلوا إلى تسويات الآن يعني قد تنفجر بعد فترة وقد تتجاوز الأمور، لأنه النخب الفاسدة في بغداد وأربيل هي التي يعني تكيف المسارات السياسية والاقتصادية وفق حاجاتها ومصالحها وليست وفق حاجات شعبنا في كردستان أو في بغداد. إلى أي مدى لعبت الأحزاب السياسية والميليشيات الموالية لإيران في بغداد لعبت دورا في عرقلة هذا الاتفاق بين بغداد وأربيل، خاصة فيما يتعلق بأموال أو العائدات النفطية؟ يعني هي هذه الأحزاب التي تحدثت عنها التي اعتبرتيها موالية لإيران، وفعلا هي في أغلبها تتبع الرغبة والقرار الإيراني، هي التي مكنت كردستان من رقبة العراق عندما كانوا محتاجين التحالف للإمساك بزمام هذا البلد، فقدموا كل التنازلات اللازمة للكرد في الدستور برعاية أمريكية ومقابل الحصول على مكاسب آنية. اليوم يصطدموا بنفس المشكلات بعدما تعقد المشهد السياسي في بغداد. يعني هم لم يواجهوا الأكراد، هم من مكن الأكراد ليحصلوا على حقوق إضافية على حساب باقي شعب العراق وليس شعبنا الكردي. القيادات الكردية المتنفذة والحزبين الرئيسيين في كردستان هما من يمسكا بالمال وهما من يستحوذا عليه ويودان أن يصرفا على الإقليم من خارج
الأموال الموجودة في الإقليم. يعني صار لهم أكثر من 10 12 سنة بيصدروا النفط، ولا أحد يعرف هذا النفط فلوسه وين، لا في برلمان كردستان ولا في برلمان العراق. مداخيل الحدود النص في الدستور أنها مركزية ترجع نعم لوزارة المالية للجمارك العامة. لا يعترف الأكراد في هذه، وإن اعترفوا هناك 20 مركز حدودي قد يعترفوا في مركز أو مركزين. كيف تفسر هذه الأزمات المالية المستمرة في العراق رغم الثروات النفطية وكون العراق من أكبر مصدري النفط في العالم؟ يعني هي أكذوبة. يعني هناك ثقب أسود في العراق اسمه الفساد، يستطيع أن يبتلع كل أموال العالم هذا الفساد، وأي بلد ينخر الفساد لا يستطيع أن يؤمن أبسط احتياجات لشعبه مهما كانت ثرواته كبيرة. اليوم في العراق مستباح سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مستباح لعصابات في الداخل تمثل أجندات في الخارج، يعني ليس نعم. إلا. كيف يبدو دور الأمريكي في ظل هذه الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل؟ وهل برأيكم واشنطن تمتلك أدوات لإنهاء هذه الأزمة؟ ليس لواشنطن مصلحة في حل أي أزمة، واشنطن تخلق الأزمات وتستثمر الأزمات وتديرها ولا تحلها. يعني ليس هناك أزمة ما في كل المنطقة أو في العالم في السياسة الأمريكية. منهج السياسة الأمريكية قائم على توظيف الأزمات وفق احتياجها، تارة يصعد الأزمة إلى أقصى حدودها، تارة يعمل تهدئة في الأزمة، تارة يديروها باتجاه يمين أو يسار وفق ما تشتهي السياسة الأمريكية. يعني هم يخلقون الأزمات وهم يستثمرون الأزمات ويوظفونها وفق مصالحهم ليس إلا. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.